غير حطاتك امك حطاتك جيت تصاوب مع حسان، حطاتك في الجرده جيت تصاوب مع حسان، حيت يلاه مؤخرا دابا مشيت عند الرئيس في المحكمه ودويت معاه طلبته، قال لي راه المعلومات راه ما كاين حتى شي نتيجه، قال لي غير حطاتك امك في صاوب مع حسان هادشي اللي كاين. هزوني داوني للحضانه، خرجت لفت ما عرفت انا واش نشد اليمين ولا اليسار، ما لقيت حتى شي واحد اللي في جنبي، ودوزت هذاك العام الاول دوزتو صعيب بزاف في المجتمع. كيسمعك انت ودخيل ما كيبغيش يخدم، وشحال من واحد سمعتها من عنده، شحال من واحد احتقرني بها بهذه الكلمه احتقر. كنمشي كنخدم كنبغي نخدم كنقول يا خويا راه من الخيريه، كيقول لي لا اسمح لي يا خويا كنخدموش على الزام. احتقار كتسمع احتقار هذا ما فهمتش والله ما فهمت. كنوض الصباح كنمشي كنقلب كندور كندفع اي بلاصه والو ما كيبغيوش، ما عرفتش واش كاين اللي كيشد السي في ديالك كيلوحو كاين اللي كيشدو ما عرفتش، كل واحد بنادم كيدير. انا بعد الرباط ما خليت فين دفعت فيها قسما بالله السي فيات بلا حساب. السلام عليكم، انا يوسف اللي كنت تعاودت لكم القصه الاولى على قبل الحياه ديالي. انا جيت دابا نوضح لكم المعلومات وشحال من حاجه. انا اصلا ملي عرفت راسي باللي راه الام ديالي لحتني قمطاتني كما كنقولوا، لحتني في ليزار، لحتني في جرده في صومعة حسان هنا في الرباط، ما كانت ديزا لحتني وزادت في حالتها في 99. مشيت عييت من سقسي عليها والمهم درت اللي عليا، عييت من سول في المحكمه، ودابا مؤخرا قالوا لي المحكمه راه باللي راه ما كاين لا والدين لا والو، قال لي انت غير لحوك في الجرده في صومعة حسان، قال لي راه ما عندك لا ام لا اب لا حتى شي حاجه، قال لي المعلومات ديالك ما كاينه حتى شي حاجه بهذا الشيء، المعلومات هما باللي راه الام ديالي لحتني صافي، هذا الشيء قالوا لي. الحياه صعيبه بزاف الله ما نكذب عليك اخويا، حتى الحياه صعيبه. انا دابا شحال وانا كنقلب على خدمه، شهر وانا كنقلب على الخدمه، ولا بحال هكاك تابعني كره، اول كره دابا قريب يسالي مدار، تعرف المدار ما غيصبرش عليك كاع، وقت الشهر ديالو راه غيقول لك صافي الله يعاون. عييت ما نقلب على الكرا، مصاريف ما بقاش عندي، حتى ترونسبور باش كنطلع والله الا كنطلع الرباط على رجلي قسما بالله، من سلا الرباط كنطلع نهار كامل كنبقى ندور في الرباط نهار كامل، هز واحد ملف وسيفي وكنبقى ندور على الله. فيما كنمشي التقدم كنمشي اي بلاصه كنرجع عاوتاني حتى العشيه البيت كنبقى نفكر، مصروف ما بقاش عندي، المهم كنشوف شي واحد كنقول عطيني شي خبزه ولا هادي، كنزعم ولا ما نزعمش، مره كنزعم على شي مول الحانوت كنقول راه فيه الجوع، بعد مرات ما كناكلش كنبقى في البيت مريح بوحدي كنبقى نفكر في غدا واش غنخدم، ولا نستنى شي واحد يعيط لي غير باش نخدم والو. عييت ما ندفع السيفيات، عييت ما ندور، ما عييت ما نقلب والله الا ديما كنوض مع الصباح كنتوكل على الله وكنطلع على رجلي ابي، ما عنديش فلوس مركوب كنطلع على رجلي، كنمشي لاكدار كنمشي اي بلاصه في الرباط كنمشي ليها، وفي العشيره ملي كنرجع راه كنبقى مريح في البيت وكنفكر مع حيت الكره مع حيت المصاريف. ودابا مول الدار هو قريب يجي عندي، راه بقى شي سيمانه على حساب مول الدار غيجي عاوتاني، وانت عارف راه الزنقه هي اللي كتقبل، ما غيقبل عليك حتى شي واحد، راه الزنقه اللي غتقبل عليك، هو ما غيعقلش عليك مول الدار كاع، غتقول لي حكا راه كنقلب على خدمه ما غيعقلش عليك، يقول لك انا ما عندي ما ندير لك، انا باغي البيت ديالي. ايوا هادشي اللي كاين، وكنطلب المحسنين الله يرحم لكم الوالدين، والله الا تابعني الكرا وتابعني مصاريف من حيث الكرا من حيث الماكله المعيشه ترونسبور، والله الا تزيرت وصلات بيه العظمة اخويا وحق الله، راه عييت ما ندير والو، ما لقيت شي واحد اللي في جنبي، راه الله سبحانه وتعالى هو اللي كاين، ما لقيت حتى شي واحد في جنبي، كنعيا ما ندفع السيفيات، كيقول لك حكا كاين اللي كيقول لك معرفه، كاين اللي كيقول لك خصك تدخل خص شي واحد يعيط باك صاحبي، وانا ما عندي حتى شي واحد اللي غيكالي عليا، عندي الله سبحانه وتعالى. وكنطلب من المحسنين غير يوقفوا معايا، بغيت غنخدم ونستقر ونكري على قد الحال ونكمل الحياه ديالي طبيعيه عادي. دابا مو الدار هو قريب يجري عليا، ما الا جري عليا راه الزنقه اللي غتقبل عليا، ما كاينش اللي غيقبل عليا شي واحد. شحال من واحد قلتها ليه ما كيبغيش، شحال من واحد كيقول خويا اسمح لي، غير كتقول لك غير كيسولك كيقول لك فين كتسكن، كيقول لك كتقول انت راه ود خيريه وكتوري لاكارت
ما كيتقبلهاش، ما عرفتش علاش. كيقول خويا اسمح لي ما كنخدموش، شحال من واحد قالو، شحال من واحد احتاق، ولكن ما كنمهيكو صافي، كنقولو الصبر وصافي، ما عندنا ما نديرو. لا ما كانتش عندنا كرامه في هذه البلاد، الله اعلم، ما عرفتش شحال من واحد كيحتاقرك باي سميه كيحتاقرك. انا الصراحه ما نكذبش عليك، ما المستقبل في هذا الوقت ما كاينش، صعيب باش ندير مستقبل في هذا المغرب، واكشلي في هذا في لو موا 21 راه صعيب بزاف، صعيب، ما كاينش، ما كاين لا مستقبل لا والو، ما كاينش. انا قاري وواعي والحمد لله واعي وقاري وبخير، ما كانش فرما والو، ولكن ما كاينش اللي كي مد لك يد المساعده، ما كايناش، ما كتلقاهاش اخويا، ما كتلقاش اللي يمد لك يد المساعده. هي المستقبل في هذا الوقت صعيب، باش دير مستقبل في المغرب راه صعيب، امبوسيبل غديرو، امبوسيبل. اصلا دابا انت كتشوف المغرب ديالنا كيفاش غادي، كتشوف المعامله، كتشوف القيمه ديال البشر كيفاش دايره. عندك ما عندك غاتعيش، ما عندكش راه ما غاتعيش. ايوا الاحلام ديالي كانوا عندي احلام، ولكن تكسرات ما خرجنا المجتمع وما عرفنا فين نحطوا الراس، تكسرات شحال من حاجه. كانوا عندي احلام زوينين، ولكن ما لقيتش اللي وقف معايا. كنا لقيت اللي وقف معايا في هذيك الوقيته، الحمد لله نكون دابا راه بخير، الحمد لله. ايوا دابا ما لقيت حتى شي واحد اللي وقف معايا، هادشي علاش الاحلام اول حاجه ما بقى في الحال هي القرايه، ما كملتش قرايتي، هما ما خلاونيش نكملها، هما ما عطاونيش لا دوزيام فوا باش نكمل القرايه. عندي سيزيام اني ما كملتش، كنا شديت الباك راه بخير، كنا درت شي حاجه، وارى الاحلام ديالي ما بقاش كاع عندي لا احلام لا والو. ما نكذبش عليك اخويا، احنا دابا شوف، دابا حنا ما بقينا باغيين والو. انا باغي دابا كتقلب باش، ما كتقلبش باش دير المستقبل، كتقلب غير باش تخلص الكرا وباش تاكل وترونسبور صافي. عندك جوج حوايج اللي دابا في هذه الحياه كتسناك، هي خاصك تخلص الكرا وباش تاكل صافي. باش غتقول لي غندير مستقبل وغنجمع فلوس وغنجمع هادي وندير بروجي، راه ما عمرك غتجمع فلوس وما عمرك غدير شي بروجي. دابا راه كتفكر غير باش تخلص الكرا وصافي، وباش ترونسبور وماكله صافي، ماشي حاجه اخرى والو. انا ما كراش انا عزيز عليا كوميرس بالصراحه، انا عزيز عليا كوميرس، ما كراش ندير كوميرس، ندير بروجي بيرسونيل ديالي. انا كون لقيت شي واحد اللي يعاوني في شي بروجي غندير ونكمل به الحياه ديالي، غنستمر به، ما غنضيعو ما والو. كون لقيت شي واحد اللي يعاوني في البروجي غندير بروجي ونعيش به ونكمل به في الحياه. ايه ولكن ما لقيتش. كنطلب من المحسنين، انا باغي غير نخدم باش نخلص الكرا والمعيشه والترونسبور، هادشي اللي باغي، باغا غير باش نخلص الكرا. راه مو الدار دابا قريب يجري عليا، وانتم عارفين المغرب، عارفين الزنقه اللي غتقبل عليا، هادشي اللي كاين. شكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.